أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما قالته الصحف العربية والمواقع الإخبارية لليومنا هذا. نبدأها بالعناوين: مليون ومئتا ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن مطلوب أمنيا في لحج. النيابة تحقق مع اثنين من أطباء مستشفى الثورة طالبوا برواتبهم. في الأخبار الأكثر قراءة، فريق من الباحثين يعثر على أصحاب أصح القلوب في العالم. ومن صحيفة الحياة اللندنية عنوان: كندا تعتذر لمواطنين سوريين تعذبوا في دمشق. أهلا بكم، والبداية من موقع الاشتراكي نت والذي عنون في صفحته الرئيسية حول أطباء مستشفى الثورة بصنعاء: النيابة تحقق مع اثنين من أطباء مستشفى الثورة طالبوا برواتبهم. قال الموقع إن اثنين من أطباء هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء امتثلوا لطلب النيابة العامة للتحقيق أو التحقيق معهم حول شكوى ضدهم من مدير عام الهيئة المعين من قبل ميليشيات صالح والحوثي. وقال ردفان علي الحاشدي، وهو أحد الذين طلبت النيابة حضورهم للاشتراك نت: أوضحنا للنيابة أن الإضراب الذي قمنا به نحن والزملاء بمستشفى الثورة للمطالبة بحقوقنا المشروعة وبوسائل سلمية لصرف مرتباتنا المتوقفة منذ 6 أشهر. وأفاد أن حوالي 50 موظفا من مستشفى الثورة تواجدوا في النيابة لمساندة زملائهم، فيما ظل الزملاء الآخرون معتصمين أمام إدارة المستشفى. وأكد الحاشدي أن الإضراب سيستمر، وقال: لن تخيفنا التهم الكيدية والتهديدات التي يمارسونها لقمعنا أو لقمع احتجاجات الموظفين المطالبين بحقوقهم. موقع الصهاريج نت والذي تابع أحد الأخبار: بن دغر يشكل لجنة للتحقيق في وفاة المتقاعد عبد الله القباطي بجانب بريد خورمكسر. قال الموقع إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المتقاعد عبد الله عثمان القباطي الذي توفي صباح السبت بجوار بريد خورمكسر وهو في انتظار استلام مرتبه. وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين وعضوية كل من مدير أمن عدن ووكيل نيابة عدن ومدراء عموم الشؤون القانونية والمالية والبريد والخدمة المدنية والتأمينات في محافظة عدن، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس الوزراء في مدة أقصاها أسبوع. عن 18 مارس 2011 كتب السياسي المعروف ياسين سعيد دعمان مقاله المنشور في موقع الموقع بوست: الخطة التي رسمها أمن نظام صالح يوم الجمعة في 18 مارس عام 2011 لإحراق وتمزيق ساحة التغيير ومن ثم القضاء على المكون الثوري الضخم الذي تجمع في هذه الساحة، اصطدمت بذلك الصمود والثباب لشباب الثورة، إضافة إلى التنظيم العالي الذي اتسمت به المواجهة منذ بدء الحريق وإطلاق الرصاصة الأولى للجلادين الذين حشدهم النظام للقيام بالمهمة. كان النظام يكتب نهايته في كل طلقة تستقر في الأجساد الطاهرة التي خرجت تنادي بالتغيير سلميا، وكان يجسد الطبيعة الهشة لنظام أفسد الحياة وعطل كل شيء جميل فيها، ولم يتبقى سوى خشونة فساده يستمد منه أسباب بقائه. انهار نظامه وبقي يناور بخارطة الانقسام السياسي والاجتماعي. وبعد ذلك بأيام، وفي تاريخ 23 مارس، قدم مبادرته للسفير الأمريكي بتسليم السلطة مقابل الحصانة. حمل المبادرة بيد ليقول للعالم: أنا غير متمسك بالسلطة، وقرار تصفية الثورة بيد أخرى. وكان ينتظر أن يأتي الخطأ من الطرف الآخر
لينفذ قرار التصفية، لكنه حوصر بعمل سياسي منظم قاده اللقاء المشترك ليضعه في الزاوية التي أراد أن يحاصر فيها الثورة. عنوان موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: الصليب الأحمر الدولي تدين الهجوم على سفينة غربية اليمن وتطالب بتحقيق فوري. يقول الموقع: أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شن على سفينة مدنية تحمل حوالي 150 شخصا من بينهم نساء وأطفال. وعبرت اللجنة في بيان لها بموقعها الإلكتروني عن إصابتها بالصدمة جراء الهجوم الذي شن قبالة ميناء الحديدة. وقد وصل موظفو اللجنة الدولية إلى الميناء لمساعدة الناجين وتقديم الدعم للمستشفيات المحلية. وقال إريك كريستوفر ويس مندوب اللجنة الدولية الذي وصل إلى مكان الحادث: لقد كان مشهدا يدمي القلوب، رأيت العديد من الرجال والنساء والأطفال ما بين قتيل ومصاب بجروح خطيرة. وقال لنا الناجون إن العديد من الركاب لاجئون من الصومال أو اليمن، لقد كان هؤلاء الأشخاص يفرون من النزاع بحثا عن السلامة وعن حياة أفضل. من جانبه علق موقع الصحوانت في صفحته الرئيسية: فرق هندسية يمنية سعودية تتمكن من نزع 3000 لغم في منفذ علب زرعتها الميليشيات. قال الموقع: تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من انتزاع قرابة 3000 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع في منفذ علب شمال محافظة صعدة. قال مصدر عسكري في اللواء الخامس حرس حدود للصحوانت إن الفرق الهندسية اليمنية السعودية استطاعت خلال الأيام الماضية نزع الآلاف من الألغام مختلفة الأحجام والمهام، ومنها ما هو على شكل أحجار وجبسيات. وأشار المصدر في سياق حديثه للصحوانت إلى أن الفرق الهندسية ستواصل عملها في انتزاع الألغام وصولا إلى معقل المتمردين في جبال مران. ألوان العنف، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج. وقال متحدثا عن سيرة العنف في صفحات التاريخ، قال في جزء من المقال: عنف الدولة يمتزج بعنف التنظيمات المسلحة ويستعين به، وهي ليست حالة يمنية فريدة، فقد أنشأ الملك فاروق الحرس الحديدي لتصفية خصومه، وأحرق النازيون مبنى الريشستاغ البرلمان كي تلقى التهمة على الشيوعيين للتنكيل بهم. تعيد باحثة عربية جذور العنف السياسي المنظم إلى القرن 19، وبالفعل شهدت فرنسا وحدها في هذا القرن 3 ثورات، في عام 1930 و 1948 امتدت إلى أوروبا، وأخذت وقتها الاسم الذي استعرناه ربيع أوروبا، ثم كومونت باريس في 1870 عندما نصبت المتاريس، ونجح الاشتراكيون والفوضويون في إقامة نظام شيوعي سقط بعد أسابيع، وفيها برز أكثر من غيره لويس بلانكي صاحب العبارة الجميلة الحكيمة: لا تسألني إن كان في الضفة الأخرى برسيم أو شعير، ولكن دعنا نعبر النهر ونرى. وفي روسيا نشطت المنظمات الإرهابية أواخر القرن على نطاق واسع وشديد الدوي. مع هذا من الصعب أن يؤرخ لبداية العنف المنظم من ذلك الزمان، فقد سارت مبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والإخاء والمساواة على تلال من الجثث في عصر الإرهاب القصير الذي افتتح بإعدام الملك والملكة، واختتم برأس روبسبير مصدقا لنبوءة رفيقه دانتون يوم ساقه إلى حتفه: بعد أنت يا روبسبير. سيقال إن هذا عنف الدولة، وهو قديم من فجر التاريخ، والأقرب إلى الحقيقة أن الثورة الفرنسية جمعت بين بطش الدولة وعنف المنظمة الإرهابية. إذا كان حزب الجبل في مواجهة الملك والنبلاء الإقطاعيين ورجال الدين، وقبل الثورة الفرنسية طفحت الدماء في مجرى التاريخ، وإن كانت في أغلبها حروبا تستحث الفروسية والقليل منها يتردى في منحنى الغدر. أختم بالدهشة من تعطش الرئيس اليمني السابق إلى دماء حلفائه القدماء
في الحرب على الجبهة الوطنية الديمقراطية اليسارية التوجه. وفي اليمن صور عدة للعنف، النفايات في الشوارع، والناس بلا زاد ولا ماء ولا أمل. إلى موقع عدن الغد، والذي قال في أحد أخباره إن الأجهزة الأمنية في لحج رصدت مكافأة قدرها 1,200,000 ريال لمن يدلي بمعلومات أو يدل على موقع أحد المطلوبين أمنيا والمتهم بالقتل. ونشرت أجهزة الأمن صورة للمتهم بقتل أحد جنود الحزام الأمني وأحد المواطنين في شارع الحوطة قبل عدة أسابيع. وأعلنت أجهزة الأمن رصد المبلغ لمن يدلي بمعلومات أو يحضر المتهم حيا أو ميتا. في أحد تقاريره يعنون موقع المصدر أونلاين: موانئ عدن تعلن جاهزيتها لاستقبال حركة الملاحة بشكل واسع. أعلنت مؤسسة موانئ مدينة عدن العاصمة المؤقتة جاهزيتها لاستقبال حركة الحاويات والبضائع المختلفة وتقديم خدمات التموين بالوقود والمياه والصيانة للسفن. وقالت الموانئ في بيان لها إن إدارة ميناء عدن جهزت مساحات تخزين إضافية لاستقبال المزيد من الحاويات، ولديها القدرة الكاملة لاستقبال 1,000,000 حاوية. وأضاف أن محطة الحاويات تمكنت من مناولة حوالي 270,000 حاوية نمطية خلال فترة ما بعد الحرب. وقبل الانتقال إلى أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية. تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد وإلى الصحافة العربية ومن صحيفة العربي الجديد، حيث عنونت ذكرى سادسة لمجزرة الكرامة ورابعة لمؤتمر الحوار. تقول الصحيفة في التفاصيل: يحيي اليمنيون الذكرى السادسة لجريمة مجزرة الكرامة، وهو عنوان يوثق الحادثة الأكثر دموية في أحداث الثورة اليمنية، وقعت في 18 مارس 2011. تتابع الصحيفة: أفضت الثورة والأحداث المترافقة معها إلى اتفاق أجبر صالح على ترك السلطة وتسليمها لنائبه آنذاك عبد رب منصور هادي، والذي انتخب رئيسا توافقيا في 21 فبراير. مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يعتبر أبرز محطة سياسية في المرحلة الانتقالية، انطلق من الذكرى الثانية لجمعة الكرامة بمشاركة 565 عضوا يمثلون مختلف المكونات بما فيها الحوثيون والحراك الجنوبي، اللذان دخلا كطرفين سياسيين على طاولة الحوار لأول مرة. اليوم وبعد 6 سنوات من مجزرة الكرامة و4 سنوات من انطلاق مؤتمر الحوار، يعيش اليمنيون أسوأ أوضاعهم على الإطلاق منذ عقود. فالحرب التي تصاعدت باجتياح الحوثيين صنعاء ثم ببدء العمليات العسكرية للتحالف العربي لا تزال مشتعلة في العديد من المحافظات، ويذهب ضحيتها العشرات. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إنه في أروقة مجلس الأمن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ندوة للحديث عن ضرورة التركيز على حقوق الإنسان في مجتمعات تمزقها الصراعات.
كريستين هوزيل رئيسة جمعية المنظمات غير الحكومية والتي أدارت الندوة أكدت أن ما يحدث في اليمن يلقي الضوء على جانب ربما لا يعرفه كثيرون في العالم بسبب الإهمال السياسي والإعلامي بالكارثة اليمنية، ولذلك عرضت الفيدرالية فيلما تسجيليا يصور آثار الحرب الطائفية التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن. وتضمن الفيلم، وهو بعنوان عامان من اغتيال الأمل، مشاهد مروعة لآثار الحرب ومعاناة الإنسان اليمني من افتقاد الأمن الذي يؤدي إلى فقدانه أهم حقوقه وهو الحق في الحياة. وروى يمنيون وعمال إغاثة عرب عملوا في اليمن واستقبلوا يمنيين للعلاج في الخارج قصصا مؤلمة عن القتل والدمار. أما صحيفة الاتحاد فقالت إن ميليشيا الحوثي والمخلوع نهبت عددا من القاطرات المحملة بالمساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمئات الأسر النازحة في محافظة حجة. أفادت مصادر إغاثية في حجة أن الميليشيا قامت بالاستيلاء على كميات من المساعدات الغذائية لرفع معاناة الأسر النازحة في المحافظة، حيث تم نقل تلك المساعدات إلى مخازن ومواقع سرية خاصة. محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني أكد في تصريح له أن الميليشيا الانقلابية تسببت بنزوح وتشريد أكثر من نصف مليون مواطن من منازلهم جراء الجرائم البشعة وأعمال التهجير القسري. لو كان جيفارا حيا اليوم لكان مصنفا ضمن قوائم الإرهابيين، هكذا يكتب وائل قنديل في صحيفة العربي الجديد. ليست تلك اللحية الكثيفة التي ميزت وجهه هي ما يمكن الاستناد إليه في اتهام الشهير باسم تشي جيفارا بالتأخون والتأسلم، ذلك أنه لو كان على قيد الحياة بيننا في هذا الزمن الترامبي المجنون لكانت كل أفعاله تهما وجرائم تستوجب وضعه على لائحة الإرهاب. كان ذلك المناضل الشيوعي العتيد مع الثورات أينما هبت ومع العدل وحقوق الإنسان حيثما انتهكت بكل المعاني، كان ضد كل ما يمثله دونالد ترامب وصبيانه من الطغاة الصغار كعبد الفتاح السيسي وبشار الأسد وخليفة حفتر. ومن ثم لو كان بيننا الآن لوجد نفسه ممنوعا من السفر، موضوعا على قوائم الإرهاب، مطلوبا للعدالة كما يراها معاتيه اليمين المتطرف في كل مكان بالعالم. جيفارا الطبيب الذي ولد أرجنتينيا وعاش كوبيا وتم إعدامه بوليفيا. جيفارا هو بمعايير زماننا المقلوب إرهابي، وبالتالي كان من الممكن أن يطالب دونالد ترامب بتسليمه ومحاكمته، مثله مثل أحلام التميمي المناضلة الفلسطينية التي طالب ترامب بتسليمها ومحاكمتها بتهمة مقاومة الاستعمار الذي خطف وطنها وقتل شعبها وصادر الحياة فيه لصالح المحتلين الغزاة. لو عاد جيفارا لوجد نفسه مدرجا على لائحة الكيانات الإرهابية، مثله مثل محمد أبو تريكة والاشتراكيين الثوريين وستة إبريل وثورة يناير وكل من لا يلتزم بنصوص الطغيان والاستبداد ويبدي ألما على الدماء المهدرة والبلدان النازفة بفعل العصابات الإجرامية التي تحكم وفقا للكتالوج اليميني المتطرف. إلى أكثر الأخبار قراءة في موقع هافينغتون بوست، والذي جاء بعنوان هرب هواتف للسجناء الفلسطينيين، نائب في الكنيست الإسرائيلي يوافق على سجنه عامين. قال الموقع إن وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن النيابة العامة اتفقت مع عضو الكنيست العربي النائب باسل غطاس على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة إلى سجناء فلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان إنه تم التوصل إلى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه، وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ، وستحدد المحكمة هذه الفترة كما سيقوم بتقديم استقالته للكنيست. وقال غطاس في بيان أن ما فعله
كان شخصياً ونابعاً من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. صحيفة الحياة اللندنية قالت إن كندا اعتذرت رسمياً من 3 كنديين من أصل عربي تعرضوا للتعذيب في سوريا وألقوا باللوم في محنتهم على أجهزة المخابرات الكندية، خصوصاً بعدما خلص تحقيق رسمي في القضية إلى أن أجهزة الأمن الكندية ساهمت على الأرجح بشكل غير مباشر في تعذيب 3. وقالت أيضاً الحكومة الليبرالية أنها وافقت على تسوية نقدية مع أحمد المعاطي وعبد الله المالكي ومؤيد نور الدين الذين ظلوا يتابعون قضيتهم ل10 سنوات. منظمة العفو الدولية قالت إن التسوية والاعتذار سيبعثان برسالة قوية بأن ما فعل بهم لا يمكن ويجب ألا يفعل بآخرين أبداً. واعتقل الرجال 3 بشكل منفصل عندما دخلوا سوريا ما بين عامي 2001 و2003، ويقولون إنهم عذبوا وتم استجوابهم، وأن بعض الأسئلة التي وجهت لهم كانت مبنية على أساس معلومات لا يمكن أن تأتي إلا من كندا. وزير الأمن العام رالف غوديل ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند قدما اعتذاراً للثلاثة في بيان على أي دور ربما يكون مسؤولون كنديون قاموا به فيما يتعلق باعتقالهم وإساءة معاملتهم في الخارج وأي أذى نجم عن ذلك. قالت شبكة البي بي سي في أكثر أخبارها قراءة إنه تم العثور على أصحاب أصح قلوب في العالم. قال باحثون إنه تم التوصل لأصحاب أصح القلوب في العالم، وهم شعب تسيماني في غابات بوليفيا. وأظهرت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية أنه لا يوجد أي شخص تقريبا من أبناء شعب تسيماني لديه علامات على انسداد الشرايين حتى في سن الشيخوخة. ويضم شعب تسيماني نحو 16,000 شخصا يمارسون القنص وصيد الأسماك والزراعة على نهر مانيكي في غابات الأمازون المطيرة في الأراضي البوليفية المنخفضة، وطريقتهم في الحياة تتشابه مع حضارة الإنسان منذ آلاف السنين. من أجل رؤية عربية موحدة تحت هذا التساؤل كتب سعيد يقطين مقاله المنشور في القدس العربي وقال في أجزاء منه: اعتبرت الربيع العربي حدثا كبيرا في التاريخ العربي المعاصر، لقد طرح فيه الشعب العربي سؤالا كبيرا، لماذا نحرم من الحرية التي تتمتع بها شعوب العالم؟ وما شعارات نريد الحرية وكفى وارحل سوى تعبير عن هذا السؤال الكبير؟ ولذلك اعتبرت أيضا هذا الحدث نظير سؤال النهضة كما صاغته النخبة العربية، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ أو السؤال الذي عبرت عنه الحركة الوطنية، لماذا استعمرنا؟ كان سؤال الربيع العربي على لسان الشباب وهم يعبرون عن هموم الشعب، لكن الجواب لم يفكر فيه الحاكم بالجدية المطلوبة. لقد انخرط بعضهم في تشجيع الحدث وتغذيته، والبعض الآخر استنكره واستهجنه. اعتبره البعض تعبيرا عن الفوضى، ورآه آخرون إرهابا، واستنتج منه آخر أنه بات يفهم. ولم يجد بعض المثقفين على محاولة الجواب عنه إلا بطرح أسئلة عقيمة: هل هي ثورة شعبية أم انتفاضة أم حركة عوام؟ وخاضت كل دولة عربية تحقق فيها الربيع العربي بصورة مباشرة تجربتها الخاصة، وها هي تجارب سوريا واليمن وليبيا ما تزال حية تنبض بالدم. كيف يمكن لعرب كهؤلاء أن يكون لهم موقع في العصر وأن ينخرطوا كقوة تفاوضية حول مصير يهمهم بالدرجة الأولى والأخيرة فرادى وأشتاتة؟ كيف يمكن للعالم أن يضعهم في الاعتبار أو يستمع إلى معلقاتهم ويدعوهم إلى طاولة المفاوضات أو المشاركة في رسم خرائط الطرق أو التخطيط لمصير العالم؟ بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله وحفظه.